نيران جديدة في ليل مريب تواجهه العاصمة المؤقتة. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في سياق المنازلة بين السلطات الأمنية والجماعات العائدة لحجز مكان في فراغ ما بعد الحرب. اغتيالات وتفجيرات وهجمات مسلحة واختطافات، هذه هي الوسيلة اليومية الضاربة في أمن العاصمة المؤقتة. تفيد الأخبار الواردة أن مجاميع مسلحة تحاول العودة بالمدينة إلى نقطة الصفر. فمنذ ما بعد التحرير لم يمر أسبوع دون عملية إرهابية، ولم يوفر الانفلات الأمني مواطنين عاديين ولا قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولين حكوميين وشخصيات قضائية. آخر الأحداث اختطاف مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن منصور العويني ونجله في مديرية المنصورة. تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات على أطراف الحي نفسه بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين، تنفيذا للخطة الأمنية التي أقرها الرئيس هادي مع السلطات الأمنية والقوات المشتركة. بحسب شهود عيان، فإن حي المنصورة أكثر الأحياء انتعاشا للمجاميع المسلحة، وشهد عدة تفجيرات وعمليات إرهابية قدرت بنحو 18 عملية من أصل 33 شهدتها عدن خلال يناير الماضي. في ظروف كهذه وفي توقيت بالغ الحساسية، يسعى الإرهاب وداعمه لإعادة عدن إلى مربع الفوضى، كونها منطلق عودة الدولة إلى البلاد ومقر إقامتها. غير أن الحضور الأمني جدار صلب أمام تحرك الجماعات والفصائل باعتبار أمن عدن من أمن الدولة.